وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دولة الكويت الشقيقة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ فؤاد الهاشم. مساء الخير سيد فؤاد. إذا قطر تحاول وللمرة الثانية الطلب الخبيث لتدويل الأماكن المقدسة، تعليقكم على هذا الطلب الغريب والمستنكر حقيقة في الأوساط الإسلامية؟ هذا المشروع قديم جديد، وهو مشروع إيراني في الأصل. نعم. وفي عام 89 يعني طارت رقاب 16 كويتيا في عملية تفجيرات في مكة أرسلتهم إيران لكي تثبت للعالم أن هناك زعزعة في الأمن من داخل الحرمين وتتخذ حجة. إذا حكاية قديمة وهي أجندة إيرانية بالكامل. نعم. والآن طبعا أصبحت قطر هي مخلب القطر، وهي وإيران الآن تدفع بقطر بالواجهة لتكون هي من يطالب بهذا الأمر. وبالطبع الرفض الإسلامي، كل عالم إسلامي لهذا الطرح، يعني مضى عليه أكثر من حوالي 25-30 سنة. نعم. وهو أمر مرفوض بالكامل. الآن الدوحة تترنح مثل الطير المذبوح وتحاول أن تتصدر المشهد الإعلامي، سواء بالطائرات العسكرية التي تتصدى لقرصنة طائرات المدنية، أو بطرح مثل هذه المشاريع التي لن تعود عليها إلا بالمزيد من الحزلة. نعم سيد فؤاد، كما تفضلتم هو طلب إيراني ونغمة إيرانية نشاز خالصة لسنوات، كيف نقرأ اليوم المقاربة بين سياسة الدوحة وسياسة طهران في هذا الجانب؟ يعني بالطبع الدوحة يعني لو كانت مقتنعة أصلا في هذا الطلب كانت قدمته في أيام شهر عسلها مع شقائها في الخليج، لكن الآن هي تتعلق بكل القش. هذه إحدى القشات التي تحاول أن تتعلق بها الدوحة في عزلتها، ولا تجد أمامها سوى هذا الطلب الإيراني، ولتصبح هي الأراغوز الذي تحركه حبال موجودة في طهران في أصابع الملالي. المشروع يعني من الصفر أصلا أن يتم حتى مجرد التعليق عليه من وسائل الإعلام الإسلامية والعربية، لأن هي هذا بالضبط ما تريده الدوحة، تريد أن لا تنسى وأن لا تترك نسيا منسيا، وهو الآن هذا واقع حالها الآن، هي نسيا منسيا، والدول التي تقاطعها سائرة على منهاجها وملتفة لحياتها واهتمام شعوبها، وبالتالي هي تحاول أن ترمي بهذه الفقاعة بين كل لحظة أخرى. نعم، ولا أستبعد أن يكون هناك أيضا. نعم سيد فؤاد. وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد الخليفة والسيد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية صرحا أن هذا الطلب يأتي نتيجة ارتباك وإفلاس سياسي قطري. نتحدث عن التوقيت لطرح هذا الطلب الغريب، لماذا الآن وكيف ممكن الربط بين فشل السياسة القطرية وهذا الطلب؟ لأنهم جربوا الاتجاه شرقا وغربا وأفريقيا وآسيويا، ذهبوا في كل الاتجاهات ولم يعودوا إلا بخطي حنين. نعم. الآن يعني لما حين وجدوا أنفسهم في مواجهة كل هذه الجدران، لم تبقى أمامهم إلا هذه ورقة التجويد القديمة الجديدة، والتي تعبر بالفعل عن يأس في السياسة الخارجية القطرية. انتهوا من سياسة شراء الولاءات العسكرية لدول العالم، اشتروا أسلحة يمكن لم تكن موجودة حتى عند هتلر أيام الحرب العالمية الثانية، بينما لا يجدون من يستخدمها داخل عندهم، وبالتالي هم الآن يتخبطون لكل الاتجاهات، وهذه نوع من اللخبطة في السياسة الخارجية، حكاية تدويل الحرمين الشريفين، ويستمروا عليها وسوف يجدون شيئا آخر يخرجونه من القبعة السحرية الإيرانية، لأن الأزمة مستمرة عندهم والإشكالية مستمرة وعنادهم لأشقائهم مستمر، بينما تنازلاتهم للغير والخارج مستمرة أيضا. نعم، من الكويت المحلل السياسي فؤاد الهاشم، شكرا جزيلا لك.